السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بيكم على البيج الجديدة بتاعتنا أونلاين ساينس تيم. أونلاين ساينس تيم متكونة من 3 كلمات: أونلاين لأن كل شغلنا الأساسي بإذن الله هيبقى جروبس أونلاين، ساينس لأن إحنا بنتكلم على 3 أجزاء: البيولوجي والفيزيكس والكيمستري، فإحنا هنهتم بال3 فروع. تيم لأن إحنا الحمد لله رب العالمين فريق متكونين من دكتور محمد أسامة طبيب بشري، هو اللي بيدينا بإذن الله البيولوجي، وأدي الكونتاكتس بتاعته. ومعانا في الفيزيكس مستر هشام علام، غني عن التعريف ما شاء الله، والكونتاكتس بتاعته أهي. ومعانا في الكيمستري دكتور ساري جندي المعروف بساري كيمستري، وأدي الكونتاكتس بتاعته برضه. كل واحد من الثلاثة عنده فيسبوك بيج خاصة بيه وعنده يوتيوب شانل خاصة بيه، تقدر تخش تشوف كل واحد شغله عامل ازاي وشرحه عامل ازاي وطريقة عرضه للمعلومة عاملة ازاي. ليه احنا اخترنا الشغل يبقى اونلاين كورسز وان شاء الله هنبدأه في السيزن الجديد اللي هو 2019-2020؟ لان الشغل دلوقتي على ارض الواقع او زي ما تقول كده في السنترز او عند التيتشرز بيبقى ليه عدة عيوب بيتأثر بيها الطالب وبيتأثر بيها كمان البيرس بتوع الطالب. عندك مثلا الزحمة في المواصلات وطول المسافات اللي بتخلي الدرس بدل ما يكون وقته بس ساعتين بقى وقته 4 ساعات وممكن يوصل ل5 ساعات كمان. فطالب في اولى ثانوي اللي بقى عنده 11 ماده ده، تخيل انت هياخد ازاي دروس في 11 ماده؟ يبقى كل يوم محتاج على الاقل 2 او 3 دروس، وده شيء مستحيل جدا في ظل الزحام المروري اللي بيبقى موجود. فده طبعا بيؤدي الى ان الوقت بيضيع من الطالب تماما. ومش بس الوقت ده، كمان انت عشان خاطر تخلي الطالب ده يروح الدرس ويرجع فانت بتدي له فلوس مواصلات وبتدي له فلوس اكل وشربه وبتدي له فلوس السنتر وبتدي له فلوس المدرس وبتدي له فلوس الورق، فكل ده اكيد بيطير الكام قرش اللي معاك في جيبك. يبقى احنا بنتكلم دلوقتي على ان هو تايم ويستنج، وكمان بنتكلم على ان هو ماني ويستنج. يخش الطالب بقى السنتر يلاقي الدنيا متكربسه فوق بعضها، فبيبقى احتمال كبير جدا ان الطالب يقضي الحصه كده او يقضيها ممكن كده او ممكن كمان يقضيها كده، وفي الاخر والوقت بيعدي ويمر يتفاجئ اخر السنة بان وراه كمية المذاكرة دي، فلما يعجز عن كل هذا الجبل ان هو يلمه في الاخر ايه اللي هيحصل؟ ايه يا ترى؟ اكيد كده. فده يؤدي لايه؟ يؤدي لان البيرنتس بتوع الطالب يحصل لهم كده. الحل اللي احنا مقدمينه بقى الاونلاين كورسز. الاونلاين كورسز دي هي اللي هتحل كل المشاكل اللي احنا شفناها مع بعض دلوقتي. الاونلاين كورسز دي جت مع توجه الحكومه دلوقتي ان الشغل كله يبقى على التابلت، امتحانك على التابلت، الكتاب بتاعك على التابلت. طب ليه ما نخليش كمان البرايفت ليسن بتاعك تبقى على التابلت او على البي سي بتاعك او على حتى الموبايل؟ من دلوقتي الطالب يقدر يقعد في المكان اللي هو عايزه وياخد الدرس بالشكل اللي هو عايزه في الوضع اللي هو عايزه، يقعد على مكتبه اللي بيحبه او في اوضته اللي بيحبها او في جنينه او في اي حته. من اهم مميزات الاونلاين كورسز يا جماعه ان هي دوبت الحدود اللي ما بيننا، مفيش حاجه اسمها المصريين في الخارج خلاص. انت في السعوديه او في الامارات او في اوروبا او في اسيا او في افريقيا او في امريكا، الدرس بتاعك هتاخده في الوقت اللي يناسبك والمكان اللي يناسبك في بيتك وعلى مكتبك، تروح تمتحن في سفارتك وانت مستريح وتاخد احسن درجات باذن الله. ليه بدانا بالمصريين بالخارج الكلام؟ لان احنا هنبدا معاهم الاول باذن الله، هنبدا في اول اسبوع في جولاي في يوليو عشان خاطر هم بيمتحنوا بدري عن الطلبه في مصر. اما الطلبه في مصرنا حبيبه باذن الله، فالكورسات بتاعتهم هتبدا ان شاء الله من اول اسبوع في سبتمبر 2019، فبادر واحجز من دلوقتي مكانك لان احنا ما بنسمحش بمجاميع كبيره عشان نعرف نشتغل اونلاين كويس. كل المطلوب منك في الدرس 3 حاجات بسيطه: واي فاي، انترنت، وسماعات بمايك، وعزيمه على التفوق والنجاح. ما تنساش تخش على صفحتنا اونلاين ساينس تيم وتتواصل معانا على ارقام التليفونات اللي جنب كل تيتشر على حسب السبجكت اللي انت عايز تاخدها. واخر حاجه واهم حاجه، ما تنساش اللايك والشير للصفحه، وبالتوفيق والنجاح، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.